حلقة أول امبارح تابعتوا معانا أجواء حفلة بلقيس في دبي، وشفتوا لقائي معاها في الكواليس، واللي قالت لي طبعا خلاله إنها ممكن تمثل لو اتعرض عليها دور حلو. بس مؤخرا قبل الحفلة بلقيس كمان كانت ترند، وده من بعد انتشار فيديو جمعها بمحمد رمضان في الساحل الشمالي وهي كانت بترقص على أنغام أغنية ثابت. طبعا هالفيديو سبب جدل كبير وعرض بلقيس للانتقادات، واعتبروا عدد كبير من الجمهور إنه هذه جرأة كبيرة من بلقيس، وكمان الكثار تساءلوا عن طبيعة هاللقاء اللي جمعهم. هل دي صداقة عادية ولا في عمل بتحضروا له؟ لا ما كلمناش في عمل، احنا انا على فكره كنت في مكان عام ومحمد رمضان صادف ان هو في نفس المكان في الساحل، وانت عارفه بقى اجواء الساحل بتبقى عامله ازاي، ان الفنانين بقى بيغنوا مع بعض وبيرقصوا مع بعض، الجمهور بيغني معاهم، فحصل انه اغنيه ثابت بتاعت محمد رمضان اشتغلت وتفاعلنا معاها وكده، فالناس قالت ابتدت تقول انه اوكي اكيد في حاجه او في عمل بينهم. بس اللقاء ده ما كانش الاول بينهم، فبلقيس كشفت لنا عن الدعوه اللي وجهها لها رمضان في الساحل الشمالي. انا حضرت بروفات حفلته في الساحل، كنت في الباكستيج وشفت التحضيرات، يعني هو كمان عمل لي دعوة خاصة عشان أحضر البروفات. إنسان جنتل جدا، إنسان جدا محترم محمد رمضان، يعني في الحقيقة اللي ما يعرفوش يجهلوا زي ما بيقولوا، انبسطت كتير معاه، ولو هيجمعني معاه عمل أنا يعني مقدرة جدا ونفسي وأتشرف. فيبدو أن بلقيس اتجاهلت كل الانتقادات اللي توجهت لها من بعد الفيديو، وده اللي دفع والدها أحمد فتحي أنه يوجه لها نصيحة في الفترة دي. أكيد يعني والدي نصحني قال لي كل الوش اللي بيحصل في السوشيال ميديا ده ما تلتفتيله، ركزي في شغلك، وحتى أي مشاكل ممكن تعرضي لها في حياتك الخاصة سيبيها على جنب، ركزي في نفسك وركزي في شغلك وركزي في الليجاسي اللي انت عايز تعمليه لنفسك. عايز اقول لك حاجه، احنا دايما بنقول عليكي امراه قويه ناجحه شاطره، انا بشوفك فعلا قدوه لبنات جيلنا، لانه عندك حاجه حلوه وعندك حاجه دايما بتدينا الاستمراريه اللي هو بتشجعي الواحده ان هي لما تشوفك تستمر. انا نفسي والله يا رب يكون الكلام ده صح، يعني نفسي انا بتوصلني كتير مسجز من البنات وانا شاكره ومقدره، وانا اصلا نفسي اعمل انيشيتيفز كتير للبنات او نساء العربيات بشكل خاص، يعني انيشيتيف بتاعي انا تو هيلب ذيز وومن، ولكن عموما انا بتجيلي مسجز على الخاص اعمل ايه اسوي ايه وكده. بصي انا ما عنديش وقت كتير بس والله برد. النصيحه اللي بدورها بتوجهها للمراه العربيه، لو انت مش حابه نفسك مع الشخص، لو انت كرهتي نفسك او كرهتي كيانك مع الشخص، خلاص حبي نفسك، حبي نفسك، انجي بنفسك. فكلام كثير يعني كلام كثير بينقال، وفي بنات بيقولوا لي احنا متعلقين مش عارفين نعمل ايه، يعني نمشي في الحياه دي ولا نمشيش، اوافق ما اوافقش. انا مش احسن واحد ينصح، بس انا بقول طول ما انت حابه نفسك مع الشخص استمري، لو انت مش بتحبي نفسك مع الشخص سيبي.